ما نتصورش انه البريسيون باش تكون على ترجي اكثر من الوداد بحكم نتيجه مباراه الذهاب. نتيجه مباراه الذهاب تخلي انه المباراه غدوه لو توفى 0-0 الترجي يفوز باللقب. دونك البريسيون لهنا باش تكون على الوداد على بناء فوز البنزرتي باش يمشي ويسجل الهدف الاول نتاعهم باش يحلوا المباراه ويخليوا امال الوداد مفتوحه في المباراه. دونك نتصور غدوه انه البريسيون باش تكون على الوداد اكثر. بالنسبه للجماهير اللي الناس كل تتوقع انها بسام بريسيون على الترجي، بالعكس جمهور الترجي متعود مع الفريق 6 اشهر التالي كانت الشامبيونز ليغ فازت بها الترجي قدام 60000 متفرج. ما نتصورش انه 60000 متفرج غدوه بسام بريسيون على على الفريق المحلي، بل بالعكس البريسيون باش تكون على الفريق الضيف. المشاحنات الكبيره صارت في مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الترجية والجماهير الودادية، يمكن اعتداء يولي اعتداءات في مواقع التواصل الاجتماعي وضربة تولي ضربات دونك نتصور انه الشعب التونسي والشعب المغربي شعب واحد، ما فماش مشكل بين زوج شعوب، حاجات صغيرة كيف هكايا ما لازمهاش تأثر على العلاقة بين الشعبين. الوداد يجي غدوة الترجي تعاود تسافر للمغرب لازم تسافر في كنف الأمن والأمان. دونك نتصور انه الترجي الرياضي التونسي لازم يكون متواجد، جمهور الترجي لازم يكون متفاهم الجمهور الوداد كيف كيف جمهور الوداد. والله انا نتصور الضغط باش يكون على الترجي بحكم اللي هو يدافع على اللقب ويلعب امام جمهوره، وجماهير الترجي تتوقع منه نتيجه ايجابيه خاصه بعد ما شفنا الشوط الثاني في المغرب. الترجي خلق عديد الفرص، معناها جماهيره حاليا كانت تتوقع انه كان بامكانه انه يحسم المباراه من الدور الاول، لكن اللي صار صار بالنسبه للجماهير. نتيجه إيجابية 1-1 من المغرب، أما تبقى صعبة، معناها شفنا صار ما أكثر خاصة السنة، معناها كما شفنا في الشامبيونز ليج واليوروبا ليج السنة، معناها معروفة على الريمونتادا نتاع الفرق. نحكوا على فينال الشامبيونز ليج، ماهوش من السهل ان نشوفوا معناها حكايه من نوع الحكم ياثر على المباراه ولا باش يكون فيها تلعب، لا ما نتصورش الحق. انا نتصور الغلبه باش تكون للي يلعب خير في التيران، لا علاقه بالحكم هذا والحكم الاخر. الحكم هنا باش يزفر القرارات اللي راه هو صايبه، واللي ليكيب اللي تلعب خير ان شاء الله تربح. وكاو اكيد هو عامل الارض والجمهور في شكل ضغط يعني على الترجي نتيجه الذهاب. اذا لم تشاهد المباراه يعني نتيجه 1-1 خارج القواعد هي نتيجه ممتازه، لكن اذا تشاهد المباراه مع مجريات اللعب مع اقصاء النقاش، الترجي الرياضي التونسي كان بامكانه ربما ان يضيف اكثر من هدف عندما تم اقصاء النقاش. الضغط سيكون على الفريقين ربما أكثر بقليل على الترجي الرياضي التونسي، لأنه فلت بحسب رأيي في نتيجة الذهاب، لكن كل العوامل يعني بالأرقام الترجي الرياضي التونسي لم ينهزم في الشامبيونز ليج الموسم هذا، هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة. آخر هزيمة للترجي في ملعب رادس كانت في دور المجموعات في الشامبيونز ليج الفارطة ضد الأهلي المصري تقريبا منذ سنة. الترجي لديه أسبقية طفيفة، لكن الضغط سيكون ربما أكثر على الترجي من الوداد، لأنه يلعب بين أرضه وبين جماهيره ومطالب أيضا بصنع اللعب ومطالب بالنتيجة. لكن نعلم أن مباراة نهائي لا تلعب، مباراة نهائي تربح يعني وتلعب على تفاصيل صغيرة.